السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. طبعا كلنا عارفين الفيسبوك وبنتابع الأخبار والموضوعات الجديدة منه. احنا مشاهدينا قلنا نعمل كده تقرير معاكم كل أسبوع عن الموضوعات الموجودة على الفيسبوك، وهنبدأ أول تقرير معانا النهاردة. تعالوا نشوفه مع بعض ونرجع نستقبل ضيفنا دكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية. تعالوا نشوف التقرير. موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هو واحد من أكثر المواقع استخداماً على شبكة الإنترنت، ومن خلال الموقع يتم تبادل المعلومات والأفكار والآراء حول الموضوعات المختلفة بشكل تفاعلي. ومن أبرز الموضوعات التي تم تداولها من خلال الموقع خلال الأسبوع الماضي، وخاصة بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، موضوع الثبات على الطاعة بعد الشهر الكريم. كذلك من الموضوعات المثارة منذ فترة على الفيسبوك صور ومقاطع فيديو حول ضرورة نصرة المسلمين في سوريا وفي بورما في ظل صمت الحكومات العربية. وحاليا يتم تداول صور ومقاطع فيديو حول زيارة الشيخ نبيل العوضي للمسلمين في بورما، والشيخ نبيل العوضي هو عربي كويتي. نحن الآن على الشاطئ المحاذي لحدود بورما. من هذه الأماكن وغيرها يصل النازحون اللاجئون الفارون من الموت. الموت في بورما، الموت البوذي، النيران البوذية التي لا تعرف رحمة. هذا عمر أولادي، عمر أولادي. وكذلك من المنشورات المتداولة حاليا على موقع فيسبوك غرق مركب مصري متجه إلى ليبيا وعلى متنه مجموعة من الشباب المهاجرين بشكل غير شرعي، وكذلك مقتل ضابط طيار على يد بلطجية، بالإضافة لتبادل المنشورات حول موقف الإعلام من القبض على صبري نخنوخ المتهم بأعمال بلطجة. كذلك موضوع الدود الصيني الذي يتم بيعه كجمبري في بعض الأسواق لا يزال يتم تداوله منذ فترة وحتى الآن على موقع التواصل الاجتماعي في محاولة لتحذير الناس من الإقبال على شرائه. وعلى الجانب السياسي لا زال موضوع موقف مصر من قرض صندوق النقد الدولي وكذلك اختيار الرئيس مرسي لفريقه الرئاسي موضع اهتمام ونقاش على صفحات الفيسبوك بين مؤيد ومعارض. ختاما مع أهم النصائح المتداولة حاليا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الناس اللي عندهم عطاء الجهاز المناعي عندهم بيكون ممتاز وحالتهم النفسية بتكون متزنة جدا وعمرهم أطول وبيقدروا يفقدوا الوزن الزائد بسهولة، الدراسات بتقول كده، وبيكون اجتماعي وإيجابي كمان. احنا هنتكلم النهاردة عن قوة العطاء مع ضيفنا دكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية. أهلا بك يا دكتور. يا أهلا بك. كل سنة وحضرتك طيب. السلام دايما يا رب. العطاء، هنتكلم مع حضرتك عن العطاء، عايز تتكلم عليه من أنهي وجهة بالضبط؟ احنا نتكلم عليه النهاردة من الوجهة العلمية والوجهة الطاقية او علم الطاقة يعني، والوجهة الدينية، لان هو الابحاث فيه معمولة كتير وكل شوية بيكتشفوا حاجات غاية في الروعة. العطاء هو حالة نفسية فيها نية، مش اداء حركي يعني، مش كل اللي بيدي فلوس مثلا او اللي بيدي، وعلى فكرة كلمة العطاء مش معناها فلوس بس، عطاء اي حاجة، مش اللي بيدي اي ابتسامة او اللي بيدي مساعدة يبقى اسمه عطاء. لازم يكون من جوه ناوي انه يكون عطاء. يعني مثلا لو انا النهاردة اجبرت حد من اصدقائي او اجبرت اخويا او زوجتي انها تدفع مثلا مبلغ معين لحد معين، وهي راحت دفعت الفلوس دي ولكنها متضايقة او حاسة انها بتعملها غصب عنها، عمرها ما تستفيد من العطاء. لابد ان يكون في نية. وبالتالي اللي بيحصل بقى في الجسم ان هم وجدوا الانسان اول ما بيحس ان هو عاوز يخلي اللي قدامه مرتاح وسعيد بتنتقل لي الحالة دي، والاندورفينز بتاعت السعادة في الجسم بتزيد، وكل يعني لو انجاز التعبير بقى كل اجهزة المناعة والصحة في الجسم بتعلى جدا، والشعور بالسعادة والاستمتاع بيعلى.
ده من الناحية الطبية الفيزيائية اللي بيحصل في الجسم في الهرمونات. النقطة الثانية بقى لو جينا نشوف من منظور الطاقة، ان الانسان اول ما بيحاول يعمل حاجة خير للي قدامه، نفترض ان لقيت انسان مثلا بيعيط وانا قررت ان انا اخرجه من المود ده واخليه يبقى مبتسم او سعيد او فرحان، انا كده عملت عطاء، ولكن عطاء معنوي. احساسي بان هو بقى كده بيخلي جسمي مشحون باعلى الطاقات الايجابية. على فكرة اعلى الطاقات الايجابية قلناها كذا مرة، هي طاقة الاستمتاع، طاقة المتعة والسعادة والحب، هي اعلى الطاقات الايجابية. فالانسان لما بيحس بالحالة دي جسمه كله بيتشحن بطاقة ايجابية، وبالتالي اي طاقة سلبية بتبدأ تتضاءل قدام الطاقة الايجابية دي. فحتى لو في امراض مرة مع التانية، لو انا مستمر على هذا العطاء مرة مع التانية بيزداد شحن جسمي بالطاقة البوزيتيف، وبالتالي كل الطاقة السلبية بتتلاشى، فكل حياتي مش بقى جسمي بيتحسن، ده كل حياتي بتتظبط. يعني العطاء هو احد اسباب انهيال الخير عليك من كل اتجاه. ليه؟ لان احنا عارفين الطاقة الايجابية ليها قوة مغناطيسية بتشد مثيلتها، وكل شيء في الكون عبارة عن طاقات زي ما قلنا قبل كده. فانا كل ما انا عملت حاجة فيها عطاء بتخليني طاقتي مشحونة بوزيتيف، وبالتالي انا ببقى عامل زي المغناطيس اللي بيشد لحياتي كل الخير. فيبقى على الجانب الفيزيائي او الطبي ده بيظبط الجسم وبيظبط الصحة، على الجانب الطاقي بيجذب لحياتك كل خير، على الجانب الديني بيخلي ربنا سبحانه وتعالى يعني يجازل او يجزي لك العطاء بالحسنات اكتر بكتير. وعلى فكرة في آية كمان خطيرة قوي قوي قوي، ناس كتير حافظاها بس مش مدركين عمق معناها المرعب: لن تنالوا البر. يعني ايه؟ عمركم ما هتشوفوا الخير حتى تنفقوا مما تحبون. شوفي الشرط، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنفقوا مما تحبون مش معناها انفق بالحاجة اللي عندي بحبها، في ناس فاكرة كده، بالعكس لو انا انفقت بالحاجة اللي عندي بحبها ممكن اكون متضايق. لا، انا بانفق من الشيء اللي بحبه. يعني ايه؟ انا بحب اكون مرتاح، اديكي راحة، انا بحب مثلا ابقى مثلا اتفسح، اخلي مراتي تتفسح، هي كمان عايزه تتفسح تبقى مرتاحه. يعني انفق من الشيء اللي بحبه. انا بحب الفلوس، انفق فلوس. انا بحب الشوكولاته، انفق شوكولاته. انفق من الحاجه اللي بحبها. بحب لبسي يبقى لازم اطلع. ايوه، ليه انفق بالحاجه اللي بحبها؟ لان لو انا مثلا انا بحب الشوكولاته وجيت انفقت عليكي لب مش هحس بالراحه. لما اقول انا بحب الشوكولاته فاكيد لما اديلها شوكولاته هتبقى مبسوطه، فتفضلي يا ضيعه شوكولاته، فبحس باللي انت حاساه. هي التريك هو الاحساس، ان انا احس بمتعه العطاء. انا هستفيد ايه لما احس بكده؟ ايوه، لما ادي بقى الاحساس ده وادي العطاء ده، انا بحس براحه بتظبط لي كل حاجه في حياتي. زي ما اتفقنا بتظبط الجسم صحيا، وبتظبط طاقه الانسان على مستوى الطاقه فبتجذب له كل حاجه في حياته، وبتظبط جسمه حسنات. طيب دكتور، احنا حطينا السؤال النهارده على صفحتنا على الفيسبوك: اخر موقف حسيت فيه بالعطاء امتى؟ سواء انت اللي قمت بالعطاء ده او حد ادالك احساس بالعطاء. مثلا داليا بتقول عطاء ما بينتهيش، والعطاء من الزوج لزوجته والزوجه لزوجها والام لولادها. بعد ما اقرا لهم لك تقول لنا يا دكتور اذا كان مثلا الامومه دي لما تدي حنان لولادها ده عطاء ولا ده واجب؟ مثلا مروه بتقول لما زارت مستشفى 57 فاطمه، العطاء لوجه الله بيدي الواحد احساس ما يقدرش يوصفه. منا بتقول كل يوم بحس بالعطاء من ربنا وبنعمته ليا في جوزي وبناتي، ربنا يخليهم لك يا حبيبتي يا رب. واحده بتسال حضرتك ممكن يكون في عطاء سلبي؟ ضحى بتقول في المدارس لما طلعت صدقة فرحت قوي اني اقدر اساعد حد، يعني بساعد حد ان هم يدخلوا مدارس تعليم يعني في فلوس التعليم. وريم بتقول اختها بتحسسها بالعطاء. الناس ربع يوم العيد حست بيه. محمد ادى لبس لجمعية رسالة. في عطاء ربنا ليا من شهر حسيت بالعطاء، حسيت بالعطاء في شهر رمضان وكنا بنفرح الناس. دايما بقوم بالعطاء انا اللي دايما، ياسمين بتقول ان هي اللي دايما بتقوم بالعطاء وبتدي لاصحابها واللي حواليها. مينو في رمضان، في كتير بيقولوا ايه ان هم بيحسوا بالعطاء في رمضان بس يا دكتور؟ هو طبعا لان احنا اتعودنا او اتبرمجنا ان انا رمضان شهر الخير. ففي ناس كتير ما بتعملش الخير او ما بتحاولش تعمله الا في رمضان بس. هو العطاء في طول ايام السنه، وعلى فكره كل ما كان العطاء في وقت الشده
كل ما كان افيد. يعني العطاء في الشده افيد بكتير جدا من العطاء في وقت الرخاء. لان بعض الناس يقول لك لا ده انا دلوقتي الدنيا عندي ملخبطه والدنيا عندي لسه فيها ضيق مثلا، او ربنا قدر عليا رزقي فالدنيا مضيقه، فانا هستنى بس اول ما ربنا يفتحها عليا هبدا ادي للناس. ده انا عايز اقول له بقى ان انت لو بدات تتعلم تدي الناس وتتعلم العطاء في وقت الشده، هو ده احد اهم اسباب الانفراج. يعني ربنا بيقول في القران ايه رائعه جدا، وانا نفسي يمكن زمان لو تفتكري فاكره لما حكيت لك موضوع الماجستير واللخبطه اللي حصلت وان دخلنا مشروع واتنصب علينا، كان الواحد مر بايام يعني لا يتخيلها بني ادم. وفي يوم وانا قاعد بقرا في المصحف، كنت بحب اقرا كده كل يوم جزء معين كده او ورد معين من القران يعني، فلقيت ايه اول مره في حياتي افهمها بالمفهوم ده، زلزلتني من جوه كاني اول مره في حياتي اشوفها. لينفق ذو ساعة من ساعته. لازم تنفق. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لازم تنفق. جميل. وإيه بقى لو ربنا مضايق عليك في الفلوس؟ انفق من أي حاجة. عندك علم انفقه. عندك تعرف تضحك الناس ضحكهم. عندك وقت وفر وقت لحد تاني يساعده. انفق اي حاجه، مش لازم فلوس، مش لازم فلوس. ده اللي هيخرجك من اي حاجه انت فيها، ويبقى بعد العسر يسر. ايوه، شوف اللي ينفق ذو ساعه من ساعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. اللي عندك سيجعل الله بعد عسر يسرا. وبالتالي لما انا استشعر ان انا لازم ادي اي حاجه اوتوماتيك هاخدها. حتى على فكره هي نظريه علميه، الانسان طول الوقت مليان، تمام؟ عمرك ما هتاخد الا لما تفضي، كويس؟ طيب انت عاوز تاخد ايه من يعني من نعم ربنا علينا؟ هل هو هيدينا زي ما بندي ولا بيدي اكتر؟ اكتر بكتير. حلو قوي، بيدي اكتر بكتير. طب حلو جدا، انت دلوقتي مليانه على الاخر، عاوزه يجي لك فلوس، طلعي من عندك فلوس هيجي لك اكتر بكتير. عاوزه سعاده، طلعي سعاده اللي قدامك هيجي لك اكتر بكتير. عاوزه راحه، ريحي اللي قدامك هيجي لك اكتر بكتير. عاوزه حد مثلا يسمعك ويحترمك، احترمي اللي قدامك هيجي لك اكتر بكتير. ده عدل ربنا. وربنا بيقول انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اي حد عاوز حاجه تجيله طلع منها. اللي انت بتحبها، اللي انت بتحب يجي لك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف انت تحب يجي لك ايه وانفق منه، هيجي لك اكتر بكتير مما تتخيل. وبالتالي في حته كمان مهمه هنا، ان انا لازم في اللحظه دي، يعني احنا هنا قلنا ان في ناس بتحب تعمل العطاء لله. العطاء لازم يكون فيه اخذ وعطاء. يعني انا مثلا لو فضلت ادي على طول ادي على طول ادي على طول، ده غلط. اخذ على طول كمان بعد شويه. ايوه مش هقدر. اخذ على طول، اخذ على طول، اخذ على طول، ده غلط. لازم العطاء في فرق. في ناس بتلخبط ما بين العطاء والمقايضه، ان انا بقايضك على حاجه. يا دعاء انا بقالي مثلا ساعات بيجي لي ناس مشاكل نفسيه كده، زوج وزوجه، اقول لها عاوزاه يتعامل معاكي باحترام ادي له احترام الاول. عاوزها تتعامل معاك مثلا باحترام ادي لها احترام الاول. مطلعه عينك ريحها، مش انت عايز ترتاح وده اللي انت بتحبه، انفق على مراتك باللي هي بتحبه. هتجيلك يوم اي حد من الطرفين يقول ايه ما انا عمال اعمل بقالي فتره ما شفتش حاجه. هنا تفهمي انه مش بيعمل عطاء. عن مفهوم الناس عن العطاء، بس انا يعني عايز اسالك على حاجه لاحظتها انك اكتر من اجابه كانت احنا بنسال عن مفهوم العطاء، هم بيتكلموا على مصر وعلى بلدنا وانهم عايزين البلد تمشي وعايزين هدوء وعايزين استقرار وعايزين نشتغل وعايزين نعيش وعشان عايزين نعلم الولاد وعايزين نحب بعض وعايزين ندي فرصه. يعني كلام مش هو الاجابه اللي احنا منتظرينها من العطاء. يعني ليه بقى الناس شافت الويل ما فيه الكفايه، ففي انتظار على احر من الجمر للنتائج بقى، فعايزين الدنيا تبقى رايقه عشان نبدا نجني ثمار اللي احنا استنيناه بقى لنا فتره. يعني فربنا يعني ده ليه علاقه بتحليل دلوقتي شخصيه الانسان المصري بعد الثوره؟ هو بصي هقول لك حاجه، انا في نكته رخمه هقولها عشان الناس تاخد بالها من حاجه معينه. مره واحد امريكي قابل واحد مصري بعد الثوره، وقام قايل له ها بتحلم بايه بعد الثوره؟ قال له بحلم بايه؟ بحلم ان انا يبقى عندي شقه واتجوز ويبقى عندي شغل. قال له يا عم احلامك مش حقوقك. فاللبخ اللي حصل في الشعب المصري او الضغوط اللي حصلت الفتره اللي فاتت على الشعب المصري خلته يحول
الحقوق اللي عليه الى احلام 30 سنة اللي فاتوا. وبالتالي يا رب ان شاء الله نحقق كل الحقوق بتاعتنا ونبدأ يبقى عندنا احلام. ان كل واحد عنده حلم كبير عاوز يحققه البلد وحاجة ضخمة جدا مش مجرد حقوقك انها تحول احلام. فياريت ننتبه ما بين الحقوق يا رب. ربنا يفرجها يا رب. نرجع للعطاء بقى. العطاء العلماء بتوع النفس هم بيعملوا دراساتهم قعدوا يشوفوا يعني كانوا بيعملوا كده سؤال مثلا مجازي كده او سؤال بيعملوا عليه ابحاث او اللي هي بيسموها الاستقراءات او استطلاعات الراي. ايه اللي بيحصل او مين الاولى بالعطاء؟ ادي لمين؟ ادي للفقير ولا ادي للغني ولا ادي للي جنبي ولا ادي للبعيد؟ لقوا ان احسن درجه عطاء هي كل ما كان الشخص اكثر قربا. فبيقولوها كده نتائج الابحاث بتاعتهم بتقول انك لازم تدي لاكثر شيء قريب منك او اكتر حد قريب منك اللي هو ربنا قالها لنا في القران في ايه كريمه الاقربون اولى بالمعروف. صح. دي حته مهمه والمعروف كل شيء ايجابي. وبيقولوا بقى فلوس اي حاجه. ايوه وبيقولوا في البحث ده ان اقرب شيء او اقرب شخص ليك مين؟ انت. اول حاجه الاول. عشان تتعلم تدي ادي لنفسك الاول. حاول تجزل لنفسك بالعطاء عشان تقدر تدي لغيرك. فاللي بيحصل بقى لما يبدا شخص يهمل نفسه في بعض الناس. وعلى فكره في حته مهمه عايز اقولها ان في ناس كتير وبلاحظها كتير قوي في الشعب بتاعنا الجميل يعني ان هو بيجي على نفسه ويبدا يدي لغيره. ده غلط جدا. وعايز اقول معلومه يمكن تبقى غريبه اللي بيجي على نفسه عشان يعمل لغيره ده ما عندوش ثقه بنفسه. وفي الغالب بيتألم وبيتعب. واقول لك حاجه كمان وفي الغالب اللي قدامه لا يراعي ولا يقدر اللي هو عمله فدايما بياخد فوق دماغه. سبحان الله. ليه بقى؟ لان هو لم يعطي نفسه الاول وداس على نفسه عشان حد تاني. فاذا كان انت نفسك شايف التاني اهم منك ده على فكره يخالف مبدا الايثار. الايثار حاجه تانيه خالص. الايثار ان انا مبسوط ومرتاح ولا لا بدل ما انا كوبايه الميه دي انا اللي اشربها لا اتفضلي اشربيها وانا في قمه السعاده. مش جاي على نفسي احمد ربنا ده انا اديت لك كوبايه الميه وانا ما خدتهاش. ما بموتش نفسي. فهمتي اقصد ايه؟ انا عندي اسئله كتير في النقط دي بس عايزه اقول في تليفونات كتير مستنيانا فنبدا ناخد شويه المشاهدين معانا. وفاء اهلا بيكي. الو الو ايوه حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي انا بس عايز اسال الدكتور احمد على حاجه. اتفضلي. ايوه دكتور اتفضلي. معلش هو يعني هو خارج الموضوع بس يعني انا بصراحه من فتره كده طابتني حاله من الخوف. خوف؟ خوف. خوف شديد يعني. يعني انا لو حد قال لي حاجه في وشي كده بتشائم يعني وباخدها بقى ان هيحصل لي انا حاجه. تشاؤم مش خوف. تشاؤم مش سامع للاسف. هي بتقول بتتشائم لو حد قال لها حاجه تاخدها على نفسها انها تشاؤم. يعني انت بقالك فتره حاسه بتشاؤم كل ما موقف يحصل تفسريه. لا مش البتاع. لا لو حد يعني فول في حاجه في وشي مش حلوه بخاف. فايل. ايوه التفويل. تشاؤم. حاضر. خوف مسببت لي خوف جامد وانا ما كنتش كده يعني. سؤال هسالك سؤال مهم الاول. ايوه. نفترض في حد قدامك بيتكلم معاكي وقام قايل لك روحي يا شيخة يا رب يحصل لك كذا او انت هيحصل لك كذا بتخافي صح كده؟ طيب هو اقوى ولا ربنا؟ لا ربنا طبعا. طيب سؤال مهم لو انت قلتي يا رب ان شاء الله الرحمن اكون كويسة مين اللي هيغلب انت ولا هو؟ ربنا طبعا. فهمت اقصد ايه؟ هقولك بس ثلاث شروط بتحصل عند الناس بسبب الخوف. الخوف بيزيد عند الناس بسبب كذا حاجة. اول حاجة شيء مجهول انا مرعوب مش عارف ايه اللي هيحصل. ان الشخص اللي بيحس نفسه خايف ومش عارف سبب الخوف ايه اكيد هو مفترض حاجة هتحصل وهو مش عارف هي ايه. فدايما عشان تنسف الخوف ده احشيه بحاجة واحشيه بحاجة انت تكون تعرف تتغلب عليها. قول يعني ايه اللي هيحصل يعني اقصى حاجة ممكن تحصل ايه؟ هموت. ايه المشكلة؟ عمري انتهى قدر الله ما شاء فعل. اول ما تحط لها حاجة هيقوم الخوف يقل. دي جزئية. الجزئية التانية الخوف بيحصل بسبب افتراضات سلبية ونقص معلومة. ان انا واحد زي الاخت ما قالت دلوقتي بنام وفاء واحد النهارده بيقول لي كلمه وحشه يا عم روح هيجي لك كذا او هيحصل لك كذا او كلام سلبي او امراض خطيره. طول ما انا خايف معناه ان انا في اللحظه دي نسيت ربنا. علماء النفس بيعانوا بره عشان يخلوا الناس ما تخافش لانهم المفهوم الديني ده عندهم الا قليلا طبعا مش موجود. يعني
يعني بعض المتدينين بقى من الديانه المسيحيه او اليهوديه بيعرفوا يوصلوا له كويس. الشخص اللي مش متدين بيتوهوا معاه عشان يخلوا الخوف عنده يقل. علميا بقى لا يمكن يجتمع الخوف مع ربنا في قلب واحد، لا يمكن، اللي هو الايمان بالله. وبالتالي اكتر مصدر لقتل الخوف، والخوف على فكره حاله صحيه، في بعض الناس بيفكر ان الخوف ده مرض او الخوف ده غلط، لا بالعكس، الخوف حاله صحيه جدا بشرط ان لا تزيد عن ربع ساعه. فضلت اكتر من ربع ساعه بقت مرض، بقت غلط. وبالتالي حاله الخوف ابدا فكر نفسك بمصدر القوه الرئيسي في الكون، مين؟ ربنا. حتى عندنا مثال شائع جدا في السيره عندنا النبويه، سيدنا ابو بكر لما خاف وترعب، يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا، قام قايل له ايه؟ ما قالوش ما تخافش، لا ماشي مفيش مشكله، خوفك مقبول، ما بالك باثنين الله ثالثهما. اه فعلا، ايه اللي هيحصل الاثنين معاهم ربنا؟ اطمن على طول. وبالتالي اوتوماتيك وصل نفسك بربنا، هتحس براحه رهيبه ان شاء الله الرحمن باذن الله. وبعدين يعني احنا عندنا في الاسلام وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان المسلم ما ينفعش يتشائم، ما فيش تطاير وما فيش حاجه اسمها فيل، علشان ندخل الجنه من غير حساب ان شاء الله، يبقى لازم ما نتشائمش، لازم نتفائل. والتشاؤم نتفائل، وممنوع التشاؤم ده ولا الفيل دي خالص. التشاؤم والفأل والطيره والكلام ده اللي هو السيء من ايام الجاهليه، الكلام ده علميا اسمه سوء ظن بالله. يعني انا بأسيء الظن، يعني انا مثلا لو انا تشاؤمت وقلت ايه زي ما الناس، وعلى فكره تشاؤم شائع اليومين دول، يقول لك البلد داخله على جحيم، البلد رايحه في 60 داهيه، دي تشاؤم. ده معناه كانه بيقول لا 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 ربنا هيخليها كويسه، مستحيل، ده انا أسيء الظن في الله. هي رايحه وحشه. فربنا قال ايه للي بيقولوا كده؟ الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء. هم عليهم هم مش على الناس، البلد لا. ايوه، يعني اللي دايما اللي بيقعد يقول البلد رايحه في جحيم، الدنيا داخله على خراب، ده انتوا هتشوفوا ايام سوداء، هو لوحده هيبقى عليه دائره السوء وتلاقيه مستحيل يرتاح. ربنا يعافينا. معانا ياسمين، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، اتفضلي. لو سمحتي انا كنت عايزه اسال الدكتور على علاج الخوف برضو والقلق، واللي هو عدم الثقه بالنفس كمان، اللي هو كل مشاكل اصلا وعدم الاستقرار، بس زياده يعني الخوف. يعني انا هاجر لك قناه كامله بقى على ماما وهي نايمه اشوفها بتتنفس ولا لا من كتر الخوف. طيب بصي يا جميل، هقول لك حاجه. مبدئيا موضوع الافكار السلبيه والمخاوف والكلام ده، مصدرها الرئيسي هو ان انا فاقد الثقه بنفسي وفاقد الثقه بربي. وعلى فكره النفس، ودي معلومه يا ريت الناس تخلي بالها منها كويس جدا، النفس ربنا خالقها لا تستشعر بقوتها الا اذا ارتبطت بشيء ذو قيمه. معايا؟ الا اذا ارتبطت بشيء ذو قيمه. فانا مثلا النهارده جبت عربيه غاليه، هي ذات قيمه، لما اركبها بحس بنفسي، بتبقى الثقه بنفسي عاليه، تمام؟ طب العربيه واخده قيمتها من مين؟ من الناس. طيب لو الناس قالوا ايه العربيه المعفنه دي، هتقوم ثقتي بنفسي واقعه على طول. يبقى الصح بقى، القاعده بتقول النفس بتستمد قوتها من ربطها بشيء ذو قيمه، اربطها بشيء مادي الناس هم اللي مدياله قيمه، ولا اربطها بشيء مفيش له قيمه تساويه زي ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هي دي نقطه بقى. فلو انا مستمد ثقتي من ثقتي بإلهي، ده لو انا بواب عند الرئيس هكون مبلطج على الناس كلها. فما بالك بانك عبد عند إله الكون. فانت تحس بثقه غير طبيعيه. وبالتالي طبعا ده كلام عشان الناس تبقى واخده بالها منه، لكن في تدريبات كتير وفي طرق لزياده الثقه بالنفس. لازم بقى تحاولي تشوفي اي مركز بيدي كورسز، لان الثقه بالنفس لازم تدريب. شوفي اي حد بيعمل كورسات تدريب الثقه بالنفس وخديها وطبقي اللي فيها، لان الكورسات 80% منها استفاده و20% تطبيق، لو ما طبقتيش 80 هيطيروا، فلازم تطبقي. روي اهلا بيكي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. عايزه اقول لك، عايزه اكلم الدكتور. معاكي يا حبيبتي. حفيدي في ثانويه عامه ورسب كذا مره، نزل يعني في مواد معينه، ومش عارفين نعمل معاه ايه، انا وبابا ومامته، وتعبني اخر تعب. اقول لك تعملي معاه ايه؟ والله يا دكتور، او انا عايزه اكلمك بعد الهوا، ومش عارفين نعمل معاه اي حاجه، يعني بابا استنفذ كل حاجه وانا ومامته. اقول لحضرتك بس حاجه مهمه قوي. طيب احنا حالا هناخد رقم تليفونك برضو، سيبي حالا رقم تليفونك وهندي للدكتور احمد. طيب يتواصل معاك. انا عاوز بس الساده المشاهدين يركزوا على معلومه، يا رب تاخدوا المعلومه دي منهج في حياتكم كلها. لما الاقي النتائج عكس اللي انا عايزه، يبقى اللي انا بعمله هو اللي غلط.
حضرتك سمعتي تصرف الاهل غلط. ايوه، لما تلاقي النتيجه عكس اللي انت عايزاه يبقى تصرفك هو اللي غلط. ما تحاوليش تغيري الشخص التاني، غيري اللي بتعمليه، وبالتالي اللي انتوا بتعملوه ده كله لازم يتغير، النتائج هتكون مختلفه تماما باذن الرحمن الرحيم. طبعا دي بصوره سريعه، لكن لازم اعرف تفاصيل بقى باذن الرحمن لما حضرتك تكلمي. ممكن هو الولد يكون محتاج كورسات معينه او كده، عشان كده لازم اعرف تفاصيل لان المعلومات كده ضعيفه جدا يعني. طيب في اسئله بقى لحضرتك كتير على الفيسبوك. حسين بيسال ازاي اشحن نفسي طاقه ايجابيه. هو كلام وصل نفسك بأقرب فيشه الله طاقه كده يعني. لا هو هي طبعا يعني مصادر شحن الجسم بطاقه حاجات كتير جدا، من ضمنها اول حاجه ان انا ابقى عندي هدف كبير ذو قيمه عاليه ناوي اعمله ان شاء الله. تاني حاجه ابقى واثق بنسبه كبيره جدا جدا ان انا هعمله مهما حصل. تالت حاجه ان انا اتخيل نفسي دايما ايه اللي هيحصل لي، ويا ترى شكل حياتي تبقى عامله ازاي لما احقق الهدف ده. رابع حاجه استعين بربنا طبعا سبحانه وتعالى. خامس حاجه ما خليش اي حد مهما كان ومهما اتكلم ياثر فيا، لان اي حد بيقول اي حاجه هو كلام. لو هو اثر فيا يبقى انا اديت للشخص ده قيمه اعلى مني، وبالتالي كلامه بقى اقوى مني. يعني هدي مثال دايما، وبالمناسبه دي حته مهمه قوي. الناس اللي بتقعد تثور وتهيج وتعمل مشاكل او تعمل مظاهرات لما مجله من مجلات في اي دوله بتتريق على سيدنا محمد او تقول كلام سلبي، هقول معلومه خطيره ربنا يخليكم خلي بالكم منها. لما احنا بننزل نعمل مظاهرات احنا اللي بنهين نبينا معايا. لما احنا ننزل نعمل مظاهره ونعمل مشكله احنا كده اللي بنهين سيدنا محمد بسبب اللي حصل. وهدي مثال بسيط قوي. ايوه هدي مثال نفهم منه ازاي. لو انا ماشي في، انا لسه احمد عمارة حته شاب يعني ما طلعش من البيضه زي ما بيقولوا، خلاص ماشي في الشارع وعيل صغير بيبص من الشباك خلاص وقال لي يا كذا يا كذا يا ابن كذا. تخيلي بقى لو جبت عيلتي وابويا وامي واخواتي ماشيين عاملين مظاهرات، الواد بيشتم ابني، الواد اهني، الناس بتقول علينا ايه؟ هو ايه جنب سيدنا محمد؟ ما تسيبه. احنا بقى لما بنهيج بنبقى عملنا له قيمه، كانه كلامه فعلا اثر. وبعدين المشكله بقى انا بقول كلمه نفسيه دينيه، اي حد بيتصرف تصرف بهواه عند الاهانه وخصوصا الانبياء هو لم يتبع منهج ربنا. ربنا حط منهج في الحته دي. وقد انزل اليكم ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها يعملوا مظاهرات قومهم ناقشوهم ولا كل الكلام ده كلام فاضي. فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم. ليه بقى؟ لان احنا كده اللي بنهيج الدنيا اكتر. لو كان معلش يعني فاكر ايام الدنمارك لو كان محدش طنش ما كانش حد عمل حاجه كان ايه اللي حصل؟ مجله ولا حد يعرفها وموضوع انتهى. يعني احنا كده بنعمل لهم سعر وقيمه. أيوة. وبنعمل احنا عليهم لهم الضوء وباعت اعلى مبيعات. ركزي في حته خطيره تانية بقى، والراجل كسب مكاسب ماديه لا تتخيليها، واللي خسر رجال الاعمال ما لهمش ذنب اللي احنا قطعناهم. معايا؟ وبالتالي وبالتالي لما انا انتبه واخلي بالي ان انا قيمتي عاليه لا يمكن مخلوق على وجه الارض يهني. ده سيدنا محمد لما كان بيمشي مع الصحابه والكفار يقولوا مزمم اهو مزمم اهو، الصحابه كانوا بيضايقوا بيقول لهم ايه يا جماعه؟ بينادوا مزمما انا اسمي محمد. يلا خلينا ماشيين، ما تديلوش اهتمام. اديت له اهتمام اديت له قيمه. صح. مش بيقولوا عتاب الناد لاجتنابه. صح. وبالتالي انا بقى من ضمن العوامل اللي بتقلل، هو كان بيسال السؤال ازاي ارفع طاقتي، من ضمن العوامل اللي بتنصف الطاقه ان انا بدي قيمه اللي بيتقال. وبالتالي لو حد جه انا عندي هدف عايز اعمله وحد جه قال لي عمرك ما هتقدر انت فاشل، لو انا قلت ايه ده بيحبطني انا اللي هتدمر. لو قلت كده اشوف شكلك لما احقق اللي انا هعمله ان شاء الله هتبقى عامل ازاي، كده انا عملت في جسمي ايه؟ فجرت كل الطاقه جوايا. هتشوف لما احقق الهدف هتبقى شكلك عامل ازاي. بس يبقى انا متحكم في اني اخلي قدامي يهني او ياثر فيا او يشحن طاقتي. والحقيقه كتير بقى انا قلت بس بعضها كده سريعا. بسمه اهلا بيكي. الو. ايوه بسمه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دعاء عامله ايه؟ تمام يا حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. كنت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي. اولا انا عايزه اشكركم بصراحه على موضوع الحلقه لانه موضوع جميل جدا. تاني حاجه يعني انا كنت عندي سؤال،
ان يعني انا جوزي الفتره الجايه ان شاء الله هيكون عنده ضغوط كتير جدا على شغله وعنده مسؤوليات اكتر من دلوقتي. فانا حاسه ان انا من يعني قبل ما يدخل في الضغوط والمسؤوليات الكتيره دي، حاسه ان كل ما باجي مثلا اقدم حاجه احيانا بتتفهم غلط، يعني ببقى عندي حته العطاء دي زياده قوي لاني بخاف عليه جدا وبحبه جدا وابقى عايزه احسسه ان انا عايزه اعمل له كل حاجه. بس للاسف تنفيذ الحاجه ده انا بقول ممكن يكون ده فيه عيب فيا انا، ان انا طريقه عطائي ليه ممكن تكون بطريقه غلط. فعايزه حضرتك تقول لي يعني ايه الحل بقى. طيب حاضر، هقول لك حاضر. هو الـ 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 الانثى مختلفه عن الراجل في حاجات كتير، وبالتالي اللي انت شايفاه من وجهه نظرك عطاء ممكن هو يشوفه خنقه، واللي هو ممكن يشوفه لك عطاء ممكن تشوفيه خنقه. عشان كده احنا بنسميها نظريه الارنب والجزره. لو انت عندك ارنب وعاوزه تكرميه وتعملي له كل حاجه حلوه، هتدي له محشي مثلا؟ لا طبعا. هتدي له بيتزا؟ ما انا بعمل له الحاجات حلوه اهو، ده انا النهارده عامله له كريم كراميل كده، هيسيبه يمشي. لو تدي له جزرايه يعني هيحلف بيكي ويبقى وهيعمل لك اللي انت عايزاه. وبالتالي وبرده العكس صحيح، وبالتالي كل شخص يشوف التاني ايه احتياجاته ويديها له. عشان كده بنعملها بسؤال لذيذ كده، اقعدوا مع بعض في ساعة صفا وقولي له كده، لو انا عملت لك ايه تحس ان انا احسن زوجة في التاريخ؟ هتعرفي كل اللي هو محتاجه، وفي الغالب هتزهلي. هو ده اللي انت عايزه؟ ده انا كنت بحسبك عايز حاجة كتير جدا، انت حاجة بسيطة معايا. وخلي بالك اعلى قيمة عند الراجل قيمة الحرية والترفيه، واعلى قيم عند الست قيمة الامان والانتماء. الست لو بدأت تحاصر الراجل ببنية العطاء او انها تخاف عليه او تسأله في ايه مالك ايه الحكاية، بيحس انها خنقاه، فبتضرب له اعلى قيمة عنده ويقوم قافش عليها على طول. يعني عاوزة تروقي على الراجل سيبيه. هو الراجل طبعا لما يكون مخنوق يحب يقعد لوحده، يحب ما يتكلمش خالص. الست العكس، لما تكون مخنوقه لازم تتكلم. يعني الراجل لو حاولتي تخليه يتكلم وهو متنرفز تبقي انت بتحطي النار قدام الديناميت. والست العكس، لو حاول الراجل يخليها تسكت وهي متنرفزه يبقى برضه بيفجر فيها. فلازم ندرس الفرق بين الراجل والست، لان المعاملات مهمه جدا. وبالتالي باختصار بقى اساليه ايه اللي لو انا عملته تحس ان انا اسعد زوجها في الدنيا، وبرضه هو يسالك ايه اللي انا لو انا عملته تحس ان انا اسعد احسن زوج في الدنيا وتحس انك طايره. هتكتشفوا بعض، وكل واحد بقى يبدا يدي في الحته دي وهياخد اكتر باذن الرحمن ان شاء الله. طيب لينا بتسال على علاج نفسي، انه في حد بيستعمل علاج نفسي والدكتور قال له خليك ماشي عليه على طول ما ينفعش يبطله، المشكله انه بيخليه ينام كتير جدا. ما انا ما اعرفش الحاله ايه، لازم تستعيني او تستشيري طبيب. هو عموما بس ما فيش حاجه اسمها ان علاج طول العمر، يعني تبقى فتره وخلاص. على حسب الطبيب او على حسب المرض. وبعدين في نقطه مهمه قوي بالله عليك، وهي معلومه خطيره وجديده، يعني اي علاج استمر اكتر من سنه يبقى مش ده اللي بيعمل العلاج. يعني لو حد عنده مرض المفروض العلاج اقل من سنه يكون جاب نتيجه. في ناس تقول 6 شهور، بس خلينا نقول سنه احتياطي. لو العلاج هيستمر اكتر من سنه يبقى الحاجه اللي باخدها دي هي مسكنه، والى الان لا اما الدكتور ده مش عارف علاجها او الى الان لم يكتشف علاجها. افضل دور لغايه ما تلاقي علاج معايا، لان ربنا او سيدنا محمد قال ما خلق الله من داء الا وجعل له دواء. وكل يوم الطب بيكتشف حاجات كتير، فقد يكون الشخص اللي بيتعامل معاه عنده معلومات قديمه. لو هو بيستمر فتره طويله دور تاني واسال وشوف، لازم هتلاقي علاج ولا يزيد عن 6 شهور او سنه ان شاء الله. استاذ محمد اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ارحب بالدكتور احمد ورحب بحضرتك. اهلا وسهلا. كنت عايز اسال الدكتور انا عندي اخويا، هو عنده تقريبا 34 سنه ودايما بيحس باحساس الموت. يحس احساس الموت. الموت معلش ما فهم سؤالي، حضرتك اللي بتحس ولا اخوك؟ اخوه. لا اخويا. يعني ايه بيحس احساس الموت؟ يعني بيجيله حاجه كده يقول انا هموت دلوقتي، وبقول له طب انت حاسس بايه؟ بيقول لي حاسس بضربات قلبه سريعه وجسمه بيسقع كده شويه. قبل حضرتك وبعد كده بيبقى كويس. بس هي دي بقى لها تقريبا بتاع 4-5 سنين معاه. تمام. ما راحش طبيب يشوفه او حد يشوفه؟ لا هو بصراحه يعني هو رافض، يعني
ليه دي ليه بسيطه قوي؟ بالعكس ده الموضوع بسيط بيتحل. دي عند الناس كلها. تمام. الموضوع بسيط وبيتحل بسهوله ومن غير ادويه خالص. تمام. يعني 3 4 جلسات بكتير يختفي خالص من عنده تماما. يعني ممكن يجي لحضرتك؟ لازم طبعا. لازم. انا هو بيحب حضرتك قوي يعني، واقول له انا بحبه جدا جدا جدا. ربنا يخليك. بحبك لله لك من غير ما اشوفك. ربنا يخليك يا دكتور. سلام عليك. والله هو بيتفرج على حبيبك دلوقتي. طيب. طيب خليه هو اللي يتكلم. هو بيتكسف قوي يعني. طيب بس لما اشوفه. حاضر. طيب احنا ناخد رقم برضو تليفونك ونديه لدكتور احمد، بس يعني دي حاجه بسيطه عند الناس كلها، دي بسيطه قوي ان شاء الله ما فيهاش مشكله. طيب عندي اسئله كتير على الفيسبوك وعندي تليفونات كتير مش عارفه اعمل ايه. سميه اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي حبيبتي. ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي. دكتور انا متجوزه بقالي شهر ونص. ويعني في عشر يوم جواز حلمت كده حلم وحش، ومن ساعتها مش عارفه اعيش في الشقه خالص. الايه معلش؟ يعني حلمت حلم وحش. حلمتي حلم وحش؟ ومن ساعتها مش عارفه اقعد في الشقه وخايفه. ممكن اسالك سؤال؟ وانت هتسيبي حته حلم هو اللي يحركك؟ ما هو احلامي حلم حلو. مش هو اللي حركني، اصل انا ما حلمتش يعني بناس، انا حلمت ايه؟ ان الشقه فيها حاجه. حلمتي بايه؟ ان الشقه فيها حاجه. لا ان معقوله الشقة. يا سميه طب ممكن اسالك سؤال؟ هو الحلم عباره عن ايه يا سميه؟ انا حلمت ان انا كنت نايمه ومتكتفه كويس، وحاسه كان في روح بتيجي وتروح قدامي. حلو جدا. مش ده حلم؟ كنت مولعه القران، كنت مولعه سوره البقره. تمام. فجاه صوتها ما كانش موجود قدامي، حاولت ان انا انادي على حد، حاولت ان انا اقوم ومحدش جه والدنيا باظت خلاص كده. حلم. طيب مش ده حلم؟ انا هقول لك حاجه مهمه قوي. سيدنا محمد قال حاجه رائعه جدا عشان تطمننا، وخزعبلات الاحلام دي كلها ترموها بقى الله يهديكم. والاحلام والحاجات دي كلها قبل ما نتكلم فيها وقبل ما نسمع كلام من الكلام اللي يودي في داهيه ده، نسمع ديننا بيقول ايه عشان نكون مطمنين. سيدنا محمد قال بمنتهى الراحه كده: لم يبقى من مبشرات النبوه الا الرؤيه الصالحه. الا ايه؟ الرؤيه الصالحه. يعني ما عادش في رؤيه مش صالحه، ما عادش في رؤيه سيئه، خلاص ما تتفسرش. أيوة. اي حاجه وحشه. أيوة. ما تتفسرش. فالرؤيه الصالحه من الله والرؤيه السيئه من الشيطان. بيلعب بيكي، بيشتغلك، لقاكي كده الحلم بيعمل معاكي شغل، قال حلو قوي هدخل لها من ناحيه الحلم، كل يوم هخليها تحلم كابوس وانت تطلعي تسمعي كلامه معايا. اللي بيحلم حلم بقى من الشيطان ويصحى من النوم يتفل عن يساره ثلاثا، تفو تفو تفو، اعوذ بالله من الشيطان، خلاص، ويعتبر نفسه كان في فيلم رعب، يقوم يا الحمد لله ده كان فيلم. يعني انا اقول لك انا بعمل ايه لما مثلا ساعات مثلا انام واحلم حلم وحش كده، اقوم قايم ايه ده انا صحيت ده كان رعب حلو قوي، طب اخش اكمل بسرعه، بخش عشان اكمل الفيلم الرعب شويه كده، استمتع بيه شويه واطلع. واحد من زمان ما ترعبش فعايز يجرب شويه. فانت خديها عادي كده، لان خلي بالك الشيطان هو اللي بيخليكي، او خلينا نقول حاجه مهمه كمان بقى، انك لو نايمه مخنوقه او نايمه متضايقه او نايمه عماله تفكري في حاجات تخنقك، بتشحن الجسم طاقه سلبيه. ده تفسير الحلم العلمي للحلم بقى، بيشحن الجسم طاقه سلبيه. الطاقه السلبيه دي زي الدخان الاسود مثلا، عشان يخرج هيخرج في حلم حلو ولا حلم وحش؟ اكيد وحش، فبيخرج في حلم وحش بس خلاص، عشان ما يفضلش في الجسم. فالحلم السيء هو تنفيس لطاقه سلبيه في الجسم بس كده. فلو انت اتخنقتي واتضايقتي منه هتحلمي منه كتير، او تحلمي كتير ان شاء الله. فادعي ربنا كده، وادعي يعني شوفي عكس الحلم اللي شفتيه، وادعي ربنا بعكس الحلم هو اللي يحصل، واطمني الدعاء اقوى من الحلم، ما تخليش حلم يتحكم فيكي. روميا بتسال لحضرتك ازاي اخلي تفكيري مش محدود وما يكونش سطحي، واوزن الامور ازاي عشان اعرف اختار شريك حياتي صح. ازاي افكر تفكير مش سطحي وتفكير عميق؟ اولا عشان اختار شريك حياه صح، ده موضوع طويل، يمكن احنا عملنا في حلقه او حلقتين قبل كده، فادخلي على اليوتيوب هتلاقيهم ان شاء الله. ويستحسن في كورسز كتير بتتاخد، يعني اماكن الحمد لله انتشرت قوي، يا رب تنتشر في كل محافظات مصر والعالم العربي. قياده الاسره وقياده النفس اخطر 1000 مره من قياده طياره راكبها 400 500 واحد. وبالتالي وزي ما اقول لك كل مره، اي حد هيعمل حاجه اول مره لازم يفشل، فلا يروح يتجوز من غير ما ياخد كورس هيفشل. ففي كورسات 4 5 6 ايام بتخلي حياتك جنه بدل ما حياتك بايظه وتبدا بعد كده تعاني منها. ازاي تفكري تفكير يبقى تفكير عميق او تفكير مش سطحي؟ دايما في الغاز كتير وحاجات كتير بتتعمل على الانترنت وفي الكتب، الالغاز والمسابقات اللي بتشغل الدماغ والكلام ده، دي حاجه. الحاجه الثانيه دايما فكري في الهدف بتاعك اللي عاوزه تعمليه، وفكري ازاي تعمليه بطريقه غير معتاده.
مش زي ما كل الناس بتعمل. ده هيدربك كويس قوي على ان تفكيرك يكون ابتكاري ومبدع. انا بقول طبعا حاجات بسيطه، في تدريبات كتير الحاجات دي. ثالثا وده مهم قوي، انك تمسكي المصحف وتحاولي تقريه وتحاولي تفهمي معنى الايه من غير تفسير. اكتر حاجه بتعلي الدماغ وبتعلي الوعي وبتظبط التفكير العقلاني العميق جدا في الدماغ هو محاوله فهم الايات القرانيه قبل ما اقرا التفسير. اشغل دماغي واعصر مخي واجيبها يمين واجيبها شمال، وبعد كده اروح اشوف ده المفسر ده قال ايه والمفسر ده قال ايه، هتلاقي دماغك نورت مره في الثانيه في الثالثه، هتلاقي التفكير بقى عميق جدا. واوعي تسمعي كلام، وانا اسف الكلمه دي ممكن تزعل ناس كتير بس هي حق لازم اقوله، اوعي تسمعي كلام اللي يقولك انت هتبصي في المصحف وتحاولي تفسري، هو انت بتفهمي في الدين؟ قولي له ربنا قال لنا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، والايه دي ربنا كان بيقولها للكفار مش للمسلمين، يعني اللي ما عندهمش دين اصلا. تدبر القرآن هو أول وسيلة بتعلي التفكير، مش إنك تدرس عشان تعرف تفهم القرآن. هبة أهلا بيكي. هبة. ألو. أيوة اتفضلي. إزاي حضرتك عاملة؟ الحمد لله. بصوان طيب. وأنت طيبة. أيوة بعد إذنك ممكن أكلم الدكتورة؟ اتفضلي حبيبتي. أيوة دكتور. أيوة. السلام عليكم، إزاي حضرتك؟ وعليكم السلام، يا أهلا بيكي. أنا بحب حضرتك جدا يا دكتور، وحضرتك كلامك يعني. أشكرك، ربنا يخليك يا رب. مراتي هتقولي في داهية دلوقتي. إيه؟ قولي. انا بس عندي سؤال واحد. اتفضلي. إيه انا مخطوبه لخطيبي بقالي 4 شهور، وهو انا مش عارفه اتعامل معاه تماما. هو ايه معلش؟ مش عارفه تتعامل معاه. هو ايه مشكلته؟ هو يعني ما بيتكلمش تماما. انا بحاول معاه بقالي 4 شهور، بقول له على كل مشاكلي، اي حاجه مضايقاني. انا كنت في الاول عندي عدم ثقه من ناحيته، مش قادره اتعامل معاه، وخايفه وحاسه ان الراجل هو اللي المفروض يبتدي وهو اللي المفروض يتكلم. ما ابتداش هو، ما اتكلمش، ابتديت انا واتكلمت وبقيت بتعامل معاه عادي وما عنديش اي مشكله وبتكلم، ويعني حاسه ان هو ساكت طول الوقت وبيحاول يفهم شخصيتي وبيتعامل معايا على الاساس دوت، وبيقول لي انت دماغك كبيره وانت المفروض تفهميه. طب انا مش هقدر افهمك لوحدي، يعني هو ما بيتكلمش تماما، ما بيتكلمش، ما بيجيش يعبر لي عن مشاعره، انا زعلان من حاجه، انا مبسوط من حاجه، وطول الوقت ما بيننا مسجات ما بيكلمنيش تماما. بقول له طب انت هو انا كنت سامع ترتيش كلام كده، قولي لي سريعا كده. ايه ده بس ثانيه. هي اصلا واضح انها ما شاء الله ايه برباند كلام، فهو يعني ما بتديلوش برضه يمكن هي فرصه ان هو يعني يتكلم. هي بتتكلم معاه طول الوقت، بتحكي له على مشاكلها طول الوقت، وبتحكي على نفسها وحياتها وشخصيتها طول الوقت على اساس ان هو يعني يتكلم، فهو برضه ما بيتكلمش. وبتقول له طب احكي لي علشان افهمك، بيقول لها انت يعني ذكيه ودماغك كبيره، انت هتفهمين يعني، مش لازم انا احكي لك. فهو ده اللي مزعلها، ان هي اللي بتتكلم وهو ساكت. اسمها ايه؟ هبه، صح؟ بص يا هبه، هو اولا الكلام زي ما قلت من شويه، الكلام هو احتياج نفسي عند الانثى، والكلام هو شيء بينرفز عند الراجل. معايا؟ السكوت هو احتياج نفسي عند الرجل. حاولوا تتلاقوا في نقطه وسط، بمعنى لما تلاقيه مش عاوز يتكلم ما تضغطيش، اتكلمي انت وفضفضي. ثانيا الراجل مش بطبعه بيحب يحكي، يعني الست دايما تلاقي لو قلت لها ايه اللي حصل، عارفه الشريط اللي اتفتح الراجل ايه اللي حصل كذا، طب عملت ايه كذا، هو ما بيحبش يحكي تفاصيل، هو طبع الراجل كده، هو ربنا خلقه كده. فحاولي دايما عاوزه حاجه لسه برضه الراجل لازم يحاول يرغي شويه. انا لسه انا لسه بقول ايه تشد. ايوه لما عملت ايه في الاجتماع؟ أيوة. لا الحمد لله تمام. ايوه يعني مين اللي جه؟ فلان. ايوه طب قالوا ايه؟ ايوه ما هي دي كده تفضل. لما نفهم الكلام ده بيبدا الراجل يعلي شويه من الكلام والانثى تقلل شويه من الكلام، ويتلاقوا في منطقه وسط. وزي ما قلت برضه كل الكورسات اللي بتتكلم في سعاده زوجيه بتتكلم في تدريبات عمليه كتير جدا في المواضيع دي، فحاولي تشوفوا كتب او شرايط او اي كورسات قبل ما تتجوزوا بالله عليكم، لان المعلومات دي لما بتتعرف قبل الجواز بتخلي الحياه جنه. واوعوا تاخدوا اي معلومه عن الجواز من الحياه اللي حواليكم، لان معظم الناس للاسف في معلومات كتير ما تعرفهاش او ما يعرفهاش، وبالتالي لما تلاقوا حياتهم فاشله مش معنى كان الجواز هو اللي وحش، ولكن الشخص ما تجهزش او ما عملش حسابه ان هو يتجوز او يعرف الشخص اللي قدامه. تدينا اجابات سريعه بقى على الفيسبوك عشان نلحق. طيب. نديهم شويه. طيب. اجابات. محمد بيقول ان هو عايز يعرف رايك في ان ساعات الناس بتقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، لان الواحد ساعات بيبقى عاوز يطلع اي فلوس لله بس بيلاقي ان هو محتاج لها. كويس، ما هي دي. دي حته مهمه قوي. اولا هو ربنا مش عاوز يعني يثقل علينا. يعني ربنا دايما بيقول ما يريد الله، بسم الله الرحمن الرحيم،
طارت الايه مني زي ما حضرتك كنت بتقول في الاول ان مش لازم انا انفق بالفلوس في ديني من حرج. ايوه ان انا مش عايز اخليك تبقى متكتف او بتعمل حاجه غلط. الصح طبعا اللي يعوز البيت يحرم على الكافر دي مقوله شائعه ولكنها صحيحه. يعني هي مقوله مش حديث ولكن هي صحيحه. ليه هي بقى مش حديث ولا من الدين؟ أيوة ولا من الدين. ده هي كانها مثل شعب يعني. معناها برضو نفس الايه الاقربون اولى بالمعروف. وكلمه اولى دي لان للاسف يعني وفي بيتك واولادك واخواتك وقرايبك اللي محتاجين مش مراتي والدايره بتاعتك. اقول لها اديلها مثلا قد كده ويجي حد غريب اديله اكتر. في ناس بتعمل كده كتير للاسف. يبقى كريم قدام الناس وفرحان بان الناس كلها كريمه وفرحانه بيه ومراته او ابنه عايز فلوس يديله بالقطاره. معايا؟ لا المفروض البيت اولى. كل ما كان درجه القرب اكتر كل ما كان اولى. يعني هدي مثال كمان خطير. المعروف هنا كمان المسامحه. احنا عندنا مثل او عرف اجتماعي يودي في داهيه ان انا ممكن اسامح الغريب وما اسامحش القريب. يعني ساعات بكلم حد اقول له يا عم ده اخوك. طبعا ده اخويا اسامحه ازاي؟ ده اخويا ازاي اسامحه؟ نعم بالعكس. المفروض تقول اخويا ده هو الاولى بالمسامحه. والغريب اللي ممكن اسامح وما اسامحش. احنا عكسنا الايه ولما عكسنا كل الحاجات دي كلها طبعا الحياه خربت والدنيا باظت. دي الاجابات السريعه. سريعه معلش تقول يا مش هنلحق نقول حاجه خالص. طب روضه اهلا بيكي. روضه ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا حبيبتي. سؤال اجابته سريعه روضه الله يخليكي. سؤال اجابته سريعه. لو سمحت يا دكتور انا عندي ابن 13 14 سنه. تمام. يعني هو مورينا الويل يعني سن ولا مثلا ثانويه عامه جامعه حاجه. بيتطول عليا وبيمد. طيب سؤال مهم. هو الطبيعي يوريك الويل ايه المشكله؟ لا بتقول بيمد ايده. مش الطبيعي. لا 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 ما انا هسألك سؤال بس. الطبيعي انه يوريك الويل ايه المشكله؟ لا لا يا دكتور لا حاجه انا هقول لك اهو بس. ايه؟ هقول لك اهو. لما انا ابقى عارف ان الطبيعي في المراهقه هيوريني الويل اعمل حسابي وادرسها عشان اتعامل معاها صح. يعني البيبي الصغير ينفع ام تتصل بيا تقول لي انا عندي ابن عنده اربع خمس شهور موريني الويل؟ اقول لها موريك الويل ازاي؟ تقول لي لازم انا اللي اكله ولازم يعمل على نفسه. طب ما دي طبيعته. الطبيعي. المراهق بقى المراهق الوضع الطبيعي بتاعه انه لازم يكسر الاوامر. هو ربنا خلقنا كده. ست شهور بتعدي لو اتعاملنا غلط في الحته دي بتبوظ. فهمت اقصد ايه؟ هي بقى تعمل ازاي؟ لا ده ازاي دي محتاجه حلقه. احنا كنا متفقين نعمل حلقه مره على المراهقين بس واضح ان هي يعني اتعاملت معاه طيب. غلط. بصي الظاهر اتعاملتي معاه غلط لدرجه ان هو بقى عدى المرحله اللي بقى بيزعق يعني ايه مد ايده برضه دي لو ما يعني. بصي حضرتك هو مين اللي بيكلمني حضرتك ولا هو؟ لا انا حضرتك. لو هو قدامي هسلخه. لكن انا بكلم اللي بيكلمني دلوقتي حضرتك اللي بيكلميني. فبقول لك ايه اللي خلى المراهق يعمل كده. حضرتك معايا؟ انا بابا عنده ظروف معاقه على عجله مستغل النقطه دي ان بابا مش هيقوم يزعق له مش هيقوم بابا معاق يعمل مستضعفنا. يا فندم اسمعيني الموضوع مش موضوع استغلال. ما هو انت كده معناه انك بتعاقبي جدا. ما هو خلي بالك بس انا ممكن اربي ابني انه ما يجيش الا بالقوه. فلما اكبر واضعف هيعمل ايه؟ يضربني. هيضربني. مين المخطئ؟ الأب. ان انا ربيت ابني على القوه. ان انا ربيت ابني ما يعملش حاجه الا لما اديله فوق دماغه. انت عارفه ان الضرب اصلا غلط جدا. غلط جدا جدا جدا. معايا؟ وبعدين في نقطه كمان مهمه قوي. انا خليني اشرح كلمه الضرب لان في ناس كتير فاهمين الضرب بمنظور والناس قايله فيه كلام كتير. انا هقول الضرب بمفهوم تاني خالص له علاقه بحاجه نفسيه. الضرب كلمة يضرب في اللغة العربية مش معناها يضرب يمسك عصاية ويضرب أو يدي بوكس ويضرب. لا في حاجة اسمها وكز. في حاجة اسمها لطم. كلمة ضرب في اللغة العربية معناها أن أنا أعمل لك شيء قوي. يعني أضرب لك مثل مش بضرب المثل. لما أقول لواحد ده اديته حتة ضربة مش ضربة يعني بوكس. ضربة يعني عملت حاجة تجننه. معايا؟ فاللي أنا أقصده كلمة الضرب في الإسلام للزوجة او للابن معناها ان انا لما اقول له مره ما يسمعش الكلام احاول اديله كلمه ما يسمعش الكلام او اعمل حركه تخليه يفوق. عقاب مثلا اديه ضربه اخد منه حاجه بيحبها. عاوز يخرج مهرجوش ضربه مش هضربه. مش الضرب المفهوم اللي احنا الدارج عندنا. معايا؟ وبالتالي كلمه الضرب اصلا او ان انا امسكه اذيه ايذاء بدني ده لا يمت للصحه بصله. لا نفسيا ولا دينيا. وبالتالي اديكي شفتي اهو نتائج بتعامله كده. فبالله عليك عشان بس الوقت احنا ان شاء الله الرحمن هنعمل حلقه قريب عن المراهقين. لكن دلوقتي يا اما تنزلي اي مكتبه تجيبي كتب عن المراهقين تقريها او شرايط او سيديهات او على الانترنت شوفي حلقات معموله كتير عن المراهقين لان الخطا من عندك الاول. المراهق الفترة دي بتقعد ست شهور فترة البلطجة دي كلها. لو تعاملنا معها صح بتعدي على طول. لو لم يتم التعامل معها بصورة صحيحة بتقعد 15 سنة.
ميدو ومحمد الاثنين سألين سؤال متشابه، ان احنا لما بندي للناس او ندي عطاء بنلاقيهم بيخونونا او بيغيروا مننا بعد كده. لا مش شرط، هي دي مش قاعدة. هو اولا ربنا قال لنا في القرآن ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مش انا قلت لك في اول حلقة النية هي المحك؟ لو انا قلت يعني ربنا قال لنا لو دف... لو عملتك كويس هتعامليني، لو انت عدو هتبقى ولي حميم. صح كده؟ المجتمع بقى والميديا والاصدقاء والقرايب يقول لك ايه، لا 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 تعامله كويس هيركبك هيديك فوق دماغك. فنيتي في التعامل هي اللي بتحكم مش الفعل. الفعل هنا واحد وهنا واحد، ولكن انا لما اكون بقول انا ان شاء الله هو ده عدو وبيأذيني، لا لا انا باذن الله هعامله كويس عشان يبقى ولي حميم. نيتي كده وابدا اشوف ايه اللي بيحبه واديهوله لازم يكون ولي حميم. لكن لو انا قلت بقى ايه هو ما بيتمرش فيه، انا هعمل لله وخلاص، انا هعمل اللي عليا واعمل وكل شويه اقول شفت اهو بعمل وبيسوق فيها، انا كده اللي بزوده. النيه هي اللي بتحرك الاعمال بالنيات، نتيجه اللي بيحصل نيتي هي المحك فيه، وبالتالي اغير بس نيتي. ان ربنا مش هيكذب طبعا، ربنا قال معادله ادفع بالتي هي احسن زائد ولي حميم تساوي حد عدو ليك تساوي ولي حميم. طيب هو عدو ما بيتغيرش، ما جاتش ولي حميم، يبقى الخطا فين؟ في الدفع بالتي هي احسن. انت فاكر انك دفعت ولكن ما دفعتش، واول الدفع بالتي هي احسن النيه الصادقه السليمه. كلمه سريعه عن العطاء في الاخر، لان في اسئله تانيين كانت كتير عن العطاء، مثلا منهم دعاء بتسال ان هي كل ما تيجي تعمل عطاء او عمل خيري تحس بالكسل بمجهودها او بكده. لا لا، هو اولا لو انت استشعرتي ازاي ندي عطاء، لو انت استشعرتي اصل الناس بفكره العطاء ثوابه في الاخره، بس العطاء ثوابه في الدنيا قبل الاخره بكتير، وممكن يكون سريع جدا 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 في حياتك. لو انت استشعرتي بس قيمه العطاء قد ايه، انت بتدخلي مثلا راحه نفسيه على حد هيرجع لك راحه نفسيه، بتدخلي اموال على حد هيرجع لك فلوس كتير في الدنيا قبل الاخره، وقعدتي تتخيلي بس ايه اللي ممكن يحصل لك في حياتك من روعه لما تعملي كده. حتى شوفي داووا مرضاكم ايه بالصدقه، شوفي العلم قال كده دلوقتي الصدقه هي عطاء، الدين قال لنا داوي مريضك بالصدقه، لان العلم هيكتشف بعد كده ان مجرد العطاء بيعلي هرمونات الجسم وبيزود المناعه. فبالتالي حاول تستشعر او حاولي تستشعري القيمه العليا في الدنيا للعطاء، هتلاقي نفسك في قمه الحماس وفي قمه الراحه. بشكرك جدا يا دكتور، وبشكركم مشاهدينا، واحنا معاكم من الحد للخميس الساعه 4 مباشره. ممكن تشوفوا الحلقه بعد ميعادها بساعتين على قناه النهار بلس 2، يعني الساعه 6 كل يوم من الحد للخميس. اختم بقى الحلقه واقول وحشتنا قوي يا رمضان، الصلاه والصدقه والاطعام، بس ادينا مكملين صيام التعويض والسته من شوال. وعدى لناس عايشين فيه وناس عينيها على بكرة، مين عارف هيجيب ايه؟ كل يوم بيمر علينا بيقوينا، بحلو بمر بكل ما فيه بيخلينا عيش الدنيا أحلى أكيد، نستمتع بيومنا ونرضي ربنا، نعمل اللي علينا فيجي لنا رزقنا، حب يومك واتمتع بالنهاردة لا تلاقي بكرة ضهر.